نريد أن نطل فقط، كلنا شباب، نطل على تاريخ حقوق الإنسان عندنا في المملكة. في الستينات من هذا القرن كنا نرفض أصلاً الحديث عن حقوق الإنسان، ونقول إن هذه الأمم المتحدة هذا شغلها وحنا عندنا الشريعة الإسلامية. ثم جاءت فترة سكتنا عن هذا الموضوع خلال الثمانينيات. في التسعينات بدأنا حقوق الإنسان والاعتراف بالصكوك. ثم من بداية 2020 2002 بدأنا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، أنشأنا الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أنشأنا هيئة حقوق الإنسان، بدأنا ندرس هذه الأمور، لأن حقوق الإنسان اتخذت من جانب سياسي ضد المملكة. في السابق ما كان هذا يعني المملكة كثير من الأمور، الحدود تقابل، الأشياء هذه كلها تقام، لكن لم يأخذ جانب حقوق الإنسان جانب سياسي ضد المملكة إلا في القرنين الأخيرين، العشرين سنة الماضية. من هنا بدأ الاهتمام بهذا الجانب. أعتقد أن المملكة خطت خطوات يعني جبارة خلال العشرين سنة، يعني تعرف فتشكر، ومن يخفى عليه جانب منها عليه أن يعيد قراءة ما تم إنجازه.